جئت مع حملة للعمرة وأرادوا زيارة جبل أحد، فهل هذه الزيارة صحيحة؟ وما هي الأماكن التي تزار في المدينة المنورة ومكة المكرمة؟ زيارة جبل أحد غير مشروعة، زيارته بدعة، اعتقاد أن فيه فضل وأن زيارته فيها أجر هذا بدعة، لأن هذا ليس مما شرع الله لنا زيارته. والأماكن التي تزار في مكة هي المسجد الحرام الذي جعل الله الصلاة فيه خيرا من 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، وليس هناك مكان يزار في مكة غير المسجد الحرام. وفي أيام الحج عرفة، للحاج عرفة ومزدلفة ومنى، مشاعر الحج، هذا الذي شرع الله زيارته وقصده والعبادة فيه في أيام الحج، ما عدا ذلك لا يزار شيء إلا المقابر، مقابر المسلمين تزار للسلام عليها والدعاء للأموات، تزار المقابر للسلام على الأموات والدعاء لهم، ولأجل الاعتبار والاتعاظ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة. أما ما يقولون من زيارة دار المولد وزيارة غار حراء وغار ثور، هذا كله من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان، أو زيارة القبور للتبرك بها والتوسل بالأموات، هذه زيارة شركية بدعية لا تجوز، هذا في المكة. أما المدينة اللي يشرع زيارته في المدينة المسجد النبوي والصلاة فيه، ومسجد قباء والصلاة فيه، وإذا تيسر له يزور المقابر للسلام على الأموات والدعاء لهم والاعتبار، هذا سنة، هذا سنة. زيارة القبور سنة في المدينة وفي مكة، في كل مكان، ما هي خاصة بمكة والمدينة، زيارة القبور مشروعة في كل مكان لأجل السلام على الأموات والدعاء لهم والاعتبار والاتعاظ. نعم.